الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: فصل. يسن السواك في كل حال، ويتأكد للوضوء والصلاة ولكل إحرام وقراءة القرآن والحديث والذكر واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم، ولكل حال يتغير فيه الفم، ويكره للصائم بعد الزوال، ويحصل بكل خشن إلا إصبعه، والأراك أولى ثم النخل، ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء وعرضا إلا في اللسان. ثم ذكر ما يتعلق بباقي خصال الفطرة. هذا الباب بارك الله فيكم، أو هذا الفصل يتعلق بخصال الفطرة، وقدم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على السواك لكثرة الأحكام المتعلقة بالسواك. وعادة بعض فقهاء الشافعية أنهم يتكلمون على خصال الفطرة قبل الكلام على الوضوء، كما صنع صاحب الزبد رحمه الله تعالى. فقال فصل يسن السواك. يسن السواك للأحاديث الكثيرة الواردة في الحث عليه والترغيب فيه، حتى زاد عدد تلك الأحاديث على 100 حديث جمعها الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى. ثم قال كلاما معناه: أتعجب كيف يهمل الفقيه سنة وردت فيها هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هنا يسن السواك، والسواك تارة يطلق على المصدر وهو الاستياك، وتارة يطلق على العود وهو الآلة التي يستاك بها، واضح؟ فالمراد هنا بقوله يسن السواك أي يسن الاستياك، فالمراد بقوله السواك أي الاستياك. قال: يسن السواك في كل حال ويتأكد للوضوء. المصنف رحمه الله تعالى رتب الكلام في هذا المبحث على مسائل. المسألة الأولى ذكر فيها حكم السواك، وأن السواك مسنون، والسواك قد يكون واجبا، وذلك كما لو نذره، إذ كان مندوبا بأصل الشرع فنذره فإنه يصبح واجبا، وقد يكون واجبا في صورة أخرى، كما لو توقف إزالة نجاسة في فمه على استعماله فإنه يكون واجبا، واضح أو لا؟ إذن الأصل في السواك أنه مسنون في كل حال، لكنه قد يجب، كما أن السواك قد يكون مكروها، كما في السواك للصائم بعد الزوال، وقد يكون السواك حراما، وذلك كما لو استعمل سواك غيره بغير إذنه ولا علم رضاه. إذن السواك الأصل فيه الندب، قد يجب وقد يكره وقد يحرم، واضح؟ هذا بيان حكم السواك، وهذا هو المذكور بقوله يسن السواك في كل حال، أي بين حكم السواك بهذه المسألة. المسألة الثانية ذكر المواضع التي يستحب فيها السواك، وهذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله 10 مواضع بحسب ما ذكر، وإلا فثمة مواضع أخرى
يتأكد فيها استعمال السواك. ولاحظ معي، هو يقول يسن السواك في كل حال ويتأكد للوضوء. ما معنى ويتأكد؟ أي أنه في هذه المواضع يكون أكثر طلبا وأعظم أجرا، وإلا فإن أصل الاستحباب شامل لها. إذن طلب السواك في هذه المواضع ينظر له من جهتين، من جهة عامة أن السواك مطلوب في كل الأوقات، ومن جهة خاصة أنه في هذا الموضع أكثر طلبا وأعظم أجرا. فهم أولى؟ ولذلك انظر ماذا قال: يسن السواك في كل حال، هذا من جهة العموم. ثم قال ويتأكد. ما معنى التأكد؟ أي أن طلب الشارع له أقوى في هذه المواضع. تمام، طلب الشارع له أقوى، وأيضا الثواب عليه أعظم في هذه المواضع. قال ويتأكد. قلت لك ذكر 10 مواضع يكون السواك فيها مؤكدا، نعدها ثم نعود لشرحها. قال للوضوء، هذا هو الموضع الأول. الموضع الأول الوضوء، ويمكن أن تقول عند كل طهارة، ليشمل الوضوء والتيمم والغسل، واضح؟ قال والصلاة، هذا الثاني. قال ولكل إحرام، هذا يدخل في الصلاة، أي ولكل إحرام بالصلاة. تمام، هذا داخل في الثاني. قال وقراءة القرآن، هذا الموضع الثالث. قال وقراءة الحديث، هذا الموضع الرابع، إضافة كلمة قراءة من عندي. وقراءة الذكر، هذا الموضع الخامس، هذه 5 مواضع. قال واصفرار الأسنان، هذا الموضع السادس. ودخول البيت، هذا الموضع السابع. والقيام من النوم، هذا الموضع الثامن. وإرادة النوم، هذا الموضع التاسع. ولكل حال يتغير فيه الفم، هذا الموضع العاشر. فهو رحمه الله ذكر لنا 10 مواضع يتأكد فيها استعمال السواك. نعود إليها لنعلق عليها موضعا موضعا. قال ويتأكد للوضوء. قلت لك لو عبر بقوله يتأكد لكل طهر ليشمل الغسل والتيمم لكان أولى، فإن السواك يستحب في الغسل أو عند الغسل أي في أوله، وفي التيمم أي في أوله، عند التيمم أي في أوله. قال يتأكد، ويتأكد للوضوء 1، وللصلاة أي ويتأكد استعمال السواك للصلاة. وقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان بسواك خير من 70، أو صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. هذا الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون. وحتى على رأي من ضعفه، تعلمون أنه في مذهب جمهور العلماء أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، خاصة إذا كان طلب الشرع قد ورد. فإذا كان الصلاة التي بسواك أفضل من الصلاة التي بلا سواك 70 صلاة، وإذا كانت صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بكم؟ 27 درجة. كم سيكون المجموع؟ اضرب هذا في هذا، هنا 490 وهنا 140، صح؟ ألف وثمانمائة وتسعين، واضح؟ واضح ولا؟ إذا تقرر هذا فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه منه، واضح؟ قال هنا والصلاة ولكل إحرام. ولكل إحرام، ما معنى ولكل إحرام؟
أي ويتأكد السواك لكل إحرام. فالصلوات التي يحرم فيها المصلي أكثر من مرة كصلاة الضحى إذا صلاها أكثر من ركعتين فإنه يصلي ركعتين ثم يحرم إحراما جديدا يصلي ركعتين ثم إحراما جديدا يصلي ركعتين ثم إحراما جديدا يصلي ركعتين فهي 8 ركعات على المشهور. واضح؟ وصلاة التراويح 20 ركعة في كل ركعتين في كل إحرام جديد يستحب استعمال السواك. واضح؟ ولذلك قال هنا ولكل إحرام، قال والصلاة ولكل إحرام. الموضع الثالث قال وقراءة القرآن، والمراد أي عند قراءة القرآن. ولذلك يستحب استعمال السواك قبل أن يأتي بالاستعاذة، فقبل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يأتي بالسواك. هذا الموضع الثالث. قال وقراءة القرآن والحديث، هذا الموضع الرابع، أي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيستحب استعمال السواك. قال والذكر، أي وإذا أراد أن يقرأ الذكر كأن يقرأ أذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار النوم فإنه يستحب له تأكدا أن يستعمل السواك. واضح؟ قال واصفرار الأسنان، أي ويتأكد له استعمال السواك عند اصفرار الأسنان، وهذا سيأتي ذكره مرة أخرى في آخر كلامه في الموضع الأخير من المواضع العشرة. قال ودخول البيت، أي ويتأكد له استعمال السواك عند دخول البيت لما جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة يرحمك الله أنها رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك. واضح؟ وقوله هنا ودخول البيت هل يشمل المسجد أو لا؟ فنقول يستحب السواك عند دخول المسجد أيضا أو لا؟ قال بعضهم نعم، فالبيت يشمل المسجد. واضح؟ من باب أولى. فإذا كان يستحب السواك عند دخول بيت الآدمي فمن باب أولى أنه، أو ليس يستحب، إذا كان يتأكد استعمال السواك عند دخول بيت الآدمي فمن باب أولى أنه يتأكد استعماله عند دخول المسجد وهو بيت الله. وبعضهم استنبط هذا بقياس العكس من حديث من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم، مما يتأذى منه بنو آدم في الصحيح. قياس العكس، إذا كانت الملائكة تتأذى من رائحة الثوم والبصل، واضح، فإنها تحب أن يستعمل المسلم السواك إذا دخل بيت الله عز وجل. فهم أولى؟ هذا يسمى قياس إيش؟ العكس. مثل ما مر معنا في الحديث وفي بطع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. في صحيح مسلم. واضح؟ هذا قياس العكس. قال هنا ودخول البيت والقيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص أي يدلك. واضح؟ فاه أي فمه، وهنا وقعت مفعولا به، يشوص فاه منصوب وعلامة تصبيه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. قال والقيام من النوم، قال والقيام من النوم، تمام، وإرادة النوم، أي ويتأكد استعمال السواك عند إرادة النوم. ما التعليل؟ قالوا حتى يخفف استعمال السواك التغير الذي سيحصل بسبب النوم. واضح؟
يعني أنت لو نمت ولم تستعمل السواك سيوجد تغير كبير، رائحة منتنة. لكن إذا نظفت فاك بالسواك قبل النوم، حتى وإن حصل تغير فإن هذا التغير لا يكون تغيرا كبيرا، واضح؟ فاستعمال السواك عند إرادة النوم يخفف هذا التغير. قال: وإرادة النوم أي لتخفيف التغير الذي ينشأ بسبب النوم. ثم قال: ولكل حال يتغير فيه الفم. هذا الموضع العاشر الذي يتأكد فيه استعمال السواك، وهو داخل في حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ففي كل حال يتغير فيه الفم، سواء تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه يستحب استعمال السواك. ولعل هذا يندرج فيه ما تقدم في قوله واصفرار الأسنان، واضح؟ فإن اصفرار الأسنان نوع تغير يحصل فيها باصفرار اللون. إذا تقرر هذا فإن هذه المواضع العشرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. يمكن بارك الله فيكم أن نقول في قوله: ويتأكد السواك للوضوء والصلاة ولكل إحرام، متى تحصل السنة في الوضوء؟ تحصل السنة في باستعمال السواك في الوضوء في أوله، أي قبل أن يبدأ ويشرع في الوضوء. فالسواك على المشهور عند الشافعية هو أول شيء يبدأ به قبل الوضوء. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى لما ذكر سنن الوضوء قال: والسنن السواك ثم بسملة، واغسل يديك قبل أن تدخل، واضح؟ فبدأ بالسواك ثم عطف بثم، قال: والسنن السواك ثم بسملة، إشارة إلى أن من يريد الوضوء يبدأ باستعمال السواك، فموضعه قبل غسل الكفين وقبل التسمية، موضعه قبل غسل الكفين وقبل التسمية. هذا قال به كثير من الشافعية، وإن كان الشيخ ابن حجر واعتمده الرملي، وإن كان الشيخ ابن حجر رحمه الله يرى أن استعمال السواك موضعه يكون عند المضمضة، عند المضمضة، واضح ولا؟ أيوة. طيب، وفي الصلاة موضعه متى؟ موضعه بارك الله فيكم قبل الصلاة. قال بعض الفقهاء: قبل الصلاة حتى ولو استعمله في بيته ثم خرج إلى الصلاة فإنه يعد محصلا لسنة السواك، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك في بيته ثم يخرج إلى الصلاة، واضح؟ فهذا يدل على أن الفصل من البيت إلى المسجد، خاصة من كان بيته قريبا للمسجد، هذا الفصل لا يؤثر في تحصيل سنة السواك، فهمة؟ طيب، قال: وقراءة القرآن والحديث والذكر. هل يقال أيضا يتأكد استعمال السواك عند قراءة العلم؟ ينبغي أن يكون الأمر كذلك، ينبغي أن يكون السواك متأكدا عند قراءة العلم، واضح؟ قال: واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم. ظاهره في قوله والقيام من النوم أنه يشمل نوم الليل والنهار، كل نوم. قال: وإرادة النوم أي ليلا أو نهارا، ولكل حال يتغير فيه الفم. إذا تقرر هذا فهذه المسألة الثانية في الدرس. إذن المسألة الأولى في الدرس حتى نرتب المسائل هي حكم السواك، المسألة الثانية في الدرس المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك، المسألة الثالثة في الدرس متى يكره السواك. وقد مر معنا قبل قليل أن الأصل استحباب السواك في كل حال، وأنه قد يكون واجبا، ذكرنا لذلك الصورتين، وقد يكره وقد يحرم، صح؟ يكره السواك قال: بعد الزوال للصائم. وتعرفون أن الزوال معناه
معناه أن الشمس تميل إلى جهة الغرب، وبالتالي الصائم سواء كان صومه فرضا أو نفلا يكره له السواك بعد الزوال. والتقييد ببعد الزوال هذا ليس في كل الصور، فإنه قد يكره استعمال السواك للصائم من أول النهار، وهذا في حق من واصل، فإن من واصل الصوم يكره له استعمال السواك من أول النهار، وذلك لأن التعليل في كراهية السواك للصائم بعد الزوال هو أنه يزيل رائحة الخلوف التي يحبها الله عز وجل، ففي الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا الخلوف في العادة يظهر بعد الزوال، واضح؟ فقالوا إذن يكره السواك بعد الزوال للصائم. ولذلك قال بعض الفقهاء يستحب تأكيدا استعمال السواك قبل الزوال، واضح؟ يعني قبيل الزوال يستحب أن تستعمل السواك، لأنك بعد الزوال ماذا؟ ستكون في حالة كراهة، فهم أو لا؟ طيب بالنسبة لمن واصل الصوم فإن هذه الرائحة ستبدأ معه من الصبح، ولذلك قالوا في حقه أنه يكره له السواك من أول النهار، فهم هذا؟ وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن السواك يكره للصائم بعد الزوال سواء وجد مقتضى لذلك أو لم يوجد. أما إذا لم يوجد فالأمر واضح، أما إذا وجد المقتضي مثلا أراد أن يصلي صلاة الظهر وهي واقعة بعد الزوال كما لا يخفى عليكم، كذلك صلاة العصر بعد الزوال، صح؟ فهل نقول الآن لوجود المقتضي وهو أن الصلاة يتأكد لها استعمال السواك فإنه يسن استعمال السواك فنقدم المقتضي، أو نقدم المانع وهو كراهية استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ كذلك لو نام بعد الظهر، واضح، وأراد استعمال السواك قبل أن ينام، أو استيقظ من النوم فأراد استعمال السواك بعد أن قام، أو حصل له تغير بسبب النوم، فهل نقول يستعمل السواك أي يستحب له ذلك، أو نقول يدخل في الكراهة؟ هنا تأتي القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول إذا اجتمع المانع والمقتضي فإنه يقدم ماذا؟ يقدم المانع، واضح؟ فقال جماعة من فقهاء الشافعية يقدم المانع على المقتضي، فيكره استعمال السواك حتى وإن وجد سبب يقتضي تأكد استعمال السواك. وهذا بارك الله فيكم يذكرنا بمسألة أخرى، وهي أن الصائم يكره له كما صرح بذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وصرح بذلك الملباري في فتح المعين، يكره له استعمال الطيب وهو صائم، الصائم يكره له استعمال الطيب وهو صائم. يوم الجمعة يستحب استعمال الطيب، يتأكد استعمال الطيب، فهل نقول لهذا الشخص تستعمل الطيب لأن اليوم يوم جمعة، أو نقول يكره لك لأنك صائم؟ تأتي هذه القاعدة، إذا اجتمع المانع والمقتضي فإن المانع يقدم على المقتضي. قال هنا ويكره للصائم بعد الزوال، أي ويكره الاستياك للصائم بعد الزوال. ومتى تنتهي الكراهة؟ تنتهي الكراهة بغروب الشمس، سواء تناول مفطرا أو لا، واضح؟ لأن الصيام ينتهي بغروب الشمس، إذ أن الليل ليس محلا للصوم. قال ويكره للصائم بعد الزوال، هذه المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف. المسألة الرابعة في هذا الباب، قال ويحصل بكل خشن إلا إصبعه، أي ممكن نضع عنوانا لهذه المسألة وهو كالتالي: بماذا يحصل أو تحصل سنة الاستياك؟ بماذا تحصل سنة الاستياك؟ فقال لك إن سنة الاستياك تحصل بكل خشن
إلا إصبعه، أي إلا إصبعه المتصلة به، واضح؟ إلا إصبعه المتصلة به. فتفهم من هذا الكلام أن كل شيء خشن تحصل به سنة السواك، حتى هذا على سبيل المثال هذا شيء خشن واضح تحصل به سنة السواك، إذا فعل به مثلا الإنسان نظف أسنانه به ونحو ذلك تحصل به أصل السنة، أو كان بثوبه أو كان بعود آخر غير الأراك تحصل به، تمام. قال ويحصل به ويحصل، أي ويحصل الاستياك بكل خشن. وقوله بكل خشن تفهم منه أنه لا تحصل سنة الاستياك باستعمال السائل الذي ينظف الفم الذي يسمى الغاسول، واضح؟ توجد بعض الأدوية في الصيدليات تستعمل لتطهير الفم يتمضمض بها الإنسان، هذه لا يحصل بها سنة، لأنها ليست خشنة، ليست خشنة. قال ويحصل بكل خشن إلا إصبعه. وتفهم من قوله إلا إصبعه أنه لو استعمل إصبع غيره فإنه تحصل، نعم تحصل سنة السواك، واضح؟ لكن ممكن هذا يكون غيرك، يعني ممن يرضى مثلا كزوجة أو ابن أو نحو ذلك، تمام. على كل حال هي مذكورة في الكتب هكذا بهذا الشكل. قال ويحصل بكل خشن إلا إصبعه. ثم بين، وهذه المسألة الآن رقم كم الآن ستكون؟ الخامسة. ثم بين مراتب السواك، بين مراتب السواك، هذه المسألة الخامسة. وفي الحقيقة مراتب السواك أريد أن أشرح لكم وأكتب لكم أبياتا على السبورة لتعرفوها أولا ولتحفظوها ثانيا، تمام. قال بعضهم ناظما مراتب السواك قال وعندهم فضل السواك، فضل السواك مراتب، وعندهم فضل السواك مراتب يرتبها 25 ماهر. شوف 25 مرتبة، شوف ها. وعندهم فضل السواك مراتب يرتبها 5، هذا منصوب مقدم، ماهر هذا فاعل مؤخر، يرتبها ماهر 25 رتبة، تمام. أراك جريد، تمام. ثم زيتون عاطر، تمام. فباقي أعواد كثوبك آخر. أراك جريد ثم زيتون عاطر، فباقي أعواد كثوبك آخر، تمام. بماء فماء الورد، بماء فماء الورد فالريق نديت، عفوا نديت، بماء فماء الورد فالريق نديت فيابسها، فالرطب في الكل سائر. انتبه اشرحها لك اولا نشكلها. وعندهم فضل السواك مراتب يرتبها 25 ماهر. أراك جريد ثم زيتون عاطر، فباقي أعواد كثوبك آخر. بماء
فماء الورد، يصح تقول فماء الورد، فماء الورد وجهان في اللغة، تمام، فماء الورد فالريقي ندي، نديت فالريقي نديت، ما معنى نديت؟ رطبت، نعم، فيابسها أو فيابسها، فالرطب، فالرطب في الكل سائر، انتبه معي، يصح فيابسها أيضا، فالرطب في الكل سائر، انتبه. أولها الأراك، والأراك هو العود المعروف، تمام، ثم الجريد، ثم الجريد، الجريد هذا عود النخل، جريد النخل، عرفتم؟ طيب، ثم زيتون، عود الزيتون، ها؟ شجرة الزيتون، عود شجرة الزيتون، ثم عود معطر، يعني عود يكون في أصله ذو رائحة عطرية في أصله، ها؟ هذا معنى قوله عاطر. ثم آخر شيء ما كان كثوب ونحوه، عفوا، فباقي أعواد، بقية الأعواد ومنها الثوب، بقية الأعواد والثوب والثياب، ويدخل في هذا مثلا مثل هذا تسيو نحوها، تمام. هذه كم الآن مراتب؟ خمس مراتب، خمس مراتب، هي هذه الخمس، مرتبة الأولى هذه تنقسم إلى خمس، الأراك هذا أفضله ما كان يابسا، أفضله اليابس المندى بالماء، هذا أفضله، أفضل الأراك العود اليابس الذي رطب بالماء، ثم العود اليابس ما كان يابسا المندى بماء الورد، ثم ما كان يابسا مندى بالريق، ثم ما كان يابسا غير مندى، ثم ما كان رطبا، ثم قسم على الثاني والثالث والرابع والخامس، فهمت؟ فصارت المراتب كم؟ 25. وعندهم فضل السواك مراتب، يرتبها 25 ماهر، أراك جريد ثم زيتون عاطر، فباقي أعواد كثوبك آخر، بماء فماء الورد فالريق نديت، فيابسها فالرطب، فالرطب في الكل سائر، يعني هذه الخمسة في الكل سائر، في كل واحدة من المراتب سائر، يعني هذه الخمس المراتب اللي هنا موجودة في الأراك، موجودة في الجريد، موجودة كذا كذا إلى آخر، فهمتم المقصود؟ جيد، نعم. هي انتبه معي لكلامه الآن، هو الآن سيتكلم لك بعد أن ذكر لك في المسألة الخامسة ما الذي تحصل به سنة الاستياك، الآن سيذكر لك إشارة إلى مراتب السواك، إشارة، فقال والأراك أولى، يعني لو جيت تفاضل فما هو الأولى؟ الأراك، هذا رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، الأراك أولى، لو جيت تفاضل الأراك أولى، جعلت هديتي، جعلت هديتي لك سواك، ولم أقصد به أحدا سواك، واضح؟ ولعلكم قد سمعتم الأبيات الأخرى التي تنسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لما رأى السواك في ثغر السيدة الزهراء فاطمة رضي الله عنها، فقال لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك،
أراك أراك، سواك سواك، واضح؟ نعم. فقال هنا والأراك أولى ثم النخل، هذا جريد النخل هذا، فذكر لك مرتبتين فقط، وهنا خمس مراتب. هذا من حيث إيش؟ هذا من حيث جنس ما يستاك به، واضح؟ من حيث الجنس، ما هي مادته؟ قال مادة الأراك أولى ثم مادة النخل أولى، زدنا هنا الزيتون ثم ما كان عاطر ثم، أو أنا في الحقيقة متردد هنا، هل المرتبة الرابعة هي هذه وهذا الخامسة أو العاطر؟ ما أدري، أظن العاطر هذه الرابعة، يعني عود عاطر، عود عاطر ليس زيتونا ولا جريد ولا أراك، يعني يكون في عاطر في أصل الشجرة، يعني شجرة ذات رائحة، أظن هذا، لكن إذا راجعت المشكلة هذه الأبيات أحفظها من تقريرات الشيوخ لكن لم أجدها في كتاب. واضح، ولذلك هذه فائدة أظنها مهمة، لا لم أجدها في، إذا وجدتم في حاشية ما وجدتها في الحواشي التي معي، ما أدري إذا كان في حواشي أخرى التي معي لم أجدها، واضح ولا لا؟ أيوة. فما استطعت أن أتأكد هل هذا عاطر هو الرابعة، وأظن هو الرابع وهذا في الخامسة، والله أعلم. طيب هذا من حيث إيش؟ أصل العود يعني، ها؟ ثم الآن سيبين لك من حيث التفاضل، من حيث صفة العود. فقال ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء، هنا شوف هنا هذا أفضل. إذن ذكر لك الأفضل، أفضل المراتب من حيث جنس العود ومن حيث الصفة. من حيث جنس العود ما هو الأفضل؟ الأراك. من حيث الصفة اليابس الذي ندي بالماء، واضح؟ بقية الأشياء التفاصيل لم يذكرها لك، أضفتها لك للفائدة، فهمت؟ ثم قال ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء. هذه المسألة من قوله والأراك أولى ثم النخل ثم ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء، هذه المسألة السادسة، وهي تبين لك ماذا؟ مراتب السواك، صح؟ طيب المسألة السابعة كيفية الاستياك المستحبة، الكيفية المستحبة للاستياك، كيف يستاك؟ حتى يعني سبحان الله الفقهاء لشدة عنايتهم بالمسائل ذكروا لك كيفية إمساك السواك، فقالوا يمسكوا بهذه الطريقة، يضع أسفل الخنصر فوق الخنصر وفوق السبابة وأسفل الوسطى والبنصر بهذا الشكل، ثم هكذا يستعمل السواك هكذا بهذا الشكل، واضح؟ ذكروا الكيفية الأولى في إمساك السواك بهذا الشكل، واضح؟ وهذا يدل على أن الفقهاء عندهم دقة في تفاصيل المسائل. طيب كيف يستعمل السواك؟ قال هنا وعرضا، أي ويستحب، شوف إيش قال، هذا معطوف على قوله وعرضا، أي ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء، وعرضا أي ويستحب أن يستاك عرضا إلا في اللسان، فيستاك في الأسنان عرضا هكذا بهذا الشكل، واضح؟ بهذا الشكل، لأن هكذا قد يجرح لثته، بل يقول الأطباء إن هذا قد يضر اللثة، لأنه يرفع السواك، يرفع اللثة فتبقى الأسنان بارزة، لكن هكذا لا يضر، فيستعمل السواك في الأسنان عرضا وفي اللسان طولا بهذا الشكل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السواك على لسانه، قال الصحابي قال فجئته وهو يقول كأنه يتهوع، هذا يدل على استعمال السواك باللسان، لأنك إذا أدخلته في لسانك هنا تشعر كأنك تتهوع، واضح ولا لا؟ فهذا الحديث دليل على استعمال السواك في اللسان، وأيضا هو مفيد طبا، لأنه يزيل ما يبقى من بقايا الطعام
في الشعيرات التي تكون في اللسان، واضح؟ فيزيلها. على كل حال إلا في اللسان فيستحب الاستياك ماذا؟ طولا. في الأضراس يستحب طولا وعرضا، واضح؟ بل ويستحب أن يمر السواك على سقف حلقه أيضا، ويمسك السواك بيمناه، هذا هو المستحب، خلافا لمن قال من الفقهاء كالحنابلة أن المستحب أن يمسكه بيسره، واضح؟ صاحب الزبد نظم بعض هذه المسائل فقال يسن أي السواك لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم، زد ولتغيير فم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولى. قوله وسن باليمنى هذا من زيادته على المقدمة، لم يذكر في المقدمة أنه يسن باليمنى، واضح؟ قال وسن باليمنى الأراك أولى، هذا موجود، تمام. ثم قال بعد ذلك ويدهن غباء، قال ويدهن غباء، نقرأ أو نقف؟ نقرأ، ما عندي مشكلة، نقرأ حتى قليلا، نزيد قليلا. قال لأن لا نستطيع أن نكمل الباب، الباب فيه تفاصيل مهمة لا نستطيع أن نكمل اليوم. قال ويدهن غبا، معنى غبا أي وقتا بعد وقت بحسب الحاجة، فيدهن بحسب الحاجة، وذلك أن الحاجة قد تختلف، ففي أيام الحر مثلا ربما تكون الحاجة للإدهان أكثر من أيام البرد، لكن لا يعتد على الإدهان دائما، فإن هذا من الترفه الذي لا يناسب الرجال، واضح ولا لا؟ وجاء في الحديث ادهنوا غبا، والغب كما قلت لك هو فعل الشيء لا بتوال، ولذلك جاء في المثل زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. قال هنا ويدهن غبا ويكتحل وترا ثلاثا ثلاثا، أي ويستحب أن يكتحل وترا. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، واضح؟ وهذا دليل على أن الأمر بالوتر أمر استحباب، لأنه عليه الصلاة والسلام صرف ظاهر الأمر بقوله ومن لا أي ومن لم يوتر فلا حرج، واضح؟ طيب قال ويكتحل وترا ثلاثا ثلاثا، ما معنى قوله ثلاثا ثلاثا؟ أي ثلاثا باليمنى وثلاثا باليسرى، هذه الكيفية الأفضل عند الشافعية، خلافا لمن قال من الفقهاء إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ومن اكتحل فليوتر، قال أنه يكتحل باليمنى ثلاثا وباليسرى اثنتين، باليمنى ثلاثا باليسرى اثنتين، لماذا؟ قال ليكون المجموع وترا، واضح؟ ليكون المجموع وترا، لكن الذي قرره فقهاء الشافعية رحمهم الله، تمام، أنه يكتحل ثلاثا في اليمنى وثلاث باليسرى، والأفضل أن يكتحل بالإثمن. قال ويكتحل وترا ثلاثا ثلاثا. قال ويقص الشارب، ويقص الشارب، والشارب هو الشعر الذي يسيل على الشفة العليا من الفم، واضح؟ قال هنا تفضل. عليكم السلام، كيف حالكم؟ الله يحفظكم. قال ويقص الشارب، لاحظ معي كيف عبر بقوله يقص، لم يقل ويحلق، فالأفضل عند الشافعية والمالكية هو القص، وغاية القص أن تظهر، أن تبين الشفة، حمرة الشفة بيانا واضحا،
أن تبين حمرة الشفع بيانا واضحا، هذا غاية القص، نهاية القص أن تبين حمرة الشفع بيانا واضحا. واضح؟ وقال بعض الفقهاء يسن حلقه، وهذا ممن قاله من المتقدمين سفيان بن عيينة أحد شيوخ الإمام الشافعي في مكة. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لولا مالك في المدينة وسفيان في مكة لذهب علم الحجاز. هذا إمام أهل مكة وذاك إمام أهل المدينة. لولا مالك وسفيان، يقصد سفيان بن عيينة، هذا لذهب علم الحجاز، لأن سفيان الآخر سفيان الثوري هذا كان في العراق وهو أكبر سنا وقدرا من سفيان بن عيينة. واضح؟ فسفيان بن عيينة كان يرى أنه يستحب حلقه، لأنه جاء في بعض الروايات ما يفيد الحلق بلفظ الحلق، وروايات أخرى قص. المعتمد عند الشافعية استحباب القص. سفيان وهو مذهب الشافعي ومالك، بل كان الإمام مالك يرى أن حلقه مثله، أن حلقه مثله يعني معيب. واضح ولا لا؟ واضح. سفيان بن عيينة يرى ماذا؟ يرى الحلق. بعض الشافعية اختار السمهودي من الشافعية اختار ما قاله سفيان بن عيينة لصحة الرواية التي جاءت. حاول بعض الشافعية الجمع فقال يقص منه ما تظهر فيه حمرة الشفح ويحلق ما سوى ذلك منه، ما لا يتأتى فيه القص يحلق، ما لا يتأتى فيه القص يحلق، وما يتأتى فيه القص يقص. واضح ولا لا؟ فيكون حينئذ قد تم الجمع بين الحديثين. تمام. قال هنا ويقص الشارب ويقلم الظفر. يقلم الظفر، تقليم الظفر أي إزالته، وذكروا كيفيات في إزالة الظفر الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تبعا للإمام النووي، أنه يبدأ بسبابة اليمنى مسبحة، يبدأ بهذه ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم من هنا، ليس من هنا، من هنا خنصر اليسرى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام بهذا الشكل. إذن هذه الأولى وهذه الأخيرة، هذه الأولى وهذه الأخيرة. واضح؟ اعتمدوا هذه الكيفية، وذكرت كيفيات أخرى، ولا أعرف دليلا على إحدى هذه الكيفيات، أي دليلا نصيا. تمام. أما ما ذكرت لكم فبعض شيوخنا كان يقول إنما بدأوا بهذه لأنها الأشرف، إذ هي التي يشار فيها عند الشهادة. واضح؟ ثم ما كان عن يمينها. واضح؟ ثم هذه آخرها، آخر اليمنى هذه، ثم هذه من يمناها إلى يسراها بهذا الشكل. واضح ولا؟ هكذا قالوا والله أعلم. تمام. وهذا الذي ذكرته لكم من تعليل لعله وجيه، ما ذكره لنا بعض شيوخنا لعله وجيه. وأما في الرجلين فيبدأ كما يبدأ بالتخليل في الوضوء، من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى. نعم، هكذا ذكر الشيخ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. قال ويقص ويقص الشارب ويقلم ويقلم ويقص الشارب ويقلم الظفر وينتف الإبط. ينتف الإبط إذا قدر على النتف، فإذا كان قادر على النتف فالنتف أولى، ويحصل
أصل السنة بإزالته ولو بغير النتف كالحلق، وأما غير القادر فيكتفي بحلقه. واضح؟ ولاحظ معي لما ذكر الشارب قال يقص، ولما ذكر الظفر قال يقلم، ولما ذكر الإبطة قال ينتف. واضح؟ ولذلك صاحب الزبد أشار إلى هذا فقال وانتف لإبط ويقص الشارب والعانة تحلق والختان واجب، فذكر كل واحد بالفعل المطلوب فيه أي من باب الأكمل. تمام. ثم قال ويزيل شعر العانة، نترك هذا إن شاء الله في الدرس القادم مع بعض الزيادات التي يمكن أن تزاد، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا شيخ، أما فضل الاستعاذة هل يستحب السواك؟